كنا وصلنا لمرحلة يأس، بحث عن شيء معظم الناس بتضحك عليه ده لما تسمع عنه. يا جماعة أنا مش حاجة اسمها رجل، أيوة فوق بقى. اليابانيين عثروا على عينة منها لكن ما عرفوش لا يفسروها ولا يحللوها. المانجا العايمة بتيجي من بحر الشمال عشان كده طعمها مميز. لقينا سمكة وطواط نادرة، ارميها. وطواط احنا لقينا حاجات كتيرة قوي في طريقنا. لقينا صندوق اسود بتاع طيارة، ما يلزمناش ارمي. لكن ما كانتش كلها تلزمنا. لقينا سلسلة تايتانيك، ارميها. لكن هدفنا واضح وصريح، هنلاقي المانجا العايمة، يعني هنلاقيها. اللي دار ده سمهم خصيصا لاكتشاف المانجا، ما بيكتشفش سمك، مانجا بس. اظن انها خطوة كبيرة من دولسي انهم يتبنوا المشروع ويصمموا لنا رادار يكتشف المانجا العايمة. انت قابلتي اوسكار الفلبيني ده اللي معانا؟ على فكرة هو بيقول لي انه شافها في يوم من الايام. انا بليفة دي مانجوة، خدوها خدوها فجرة فجرة. في حاجة على دار يا دكتور، They found it! They found it, Oscar! Hi! Hey, your man! I'm with Hanush! I'm with Hanush! I'm with Hanush! Doctor! Stop engine! What the hell? Yarda! 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 Arrab lina, don't worry, arrab! Just in the net and you're in the net! Hit the net! Bend the net, Ibrahim! Hit the net! لكن هدفنا واضح وصريح، هنلاقي المانجا العايمة، يعني هنلاقيها، يعني هنلاقيها. دولسيكا مانجو مش أي مانجا، دي بتعوم